في قرية من قرى هذا الوطن، ترعرع شاب في ظل الفقر والظروف القاسية. تعايش مع الناس بكل سلام، لا يضر أحدا ولا يعتدي على أحد، ولكن رضا الناس غاية لا تدري. أنا زكريا. هلا ابو علي، وين انت؟ موجود يا ابو علي. وين الحالي؟ اخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك يا ابو علي. ماشي الحال يا ابو علي؟ والله زين، من زمان ما شفناك. بعد شو سؤال الدنيا يا ابو علي؟ استنى. يا ابو زكريا، يا ابو علي، احوالك انت؟ والله الحمد لله بخير. البحر جايين نشكمونه البحر يا ابو علي. شو تسوي معك؟ ما شاء الله ما شاء الله، نشكمونك البحر. الله يا ابو علي، وش فيك يا زكريا؟ والله بالطايف يا ابو علي، ما نشوف شو. والله يا ابو علي، لدينا الطباب والسوجه وصار الانتهار. خلاص قهوة. لا ما بتأخر عليك.
انت حياك الله. وين؟ بروح الدهور. بارحة؟ رايح حسين الدهور. تخلوا زواج ما زواج. يلا انا ما اخليك. يلا امان الله. عمل بروحك. لا تفكر واجد. يلا فضل. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حي الله أبو ليدي زكريا. حي الله ابو يحيى. وش فيك؟ عسى ما شر. شكلك مهموم، حاط هموم الدنيا على راسك ومنزل راسك ما تقدر ترفعه. عندي موضوعي بابو ليه بس مستحي. وش هالموضوع هذا؟ انت شربت شاي اول. خلني انا اصب لك شاي. شكلك صاب لك شاي وبرد. هذا بعد اكو شاي. صب واحد غيره. واحد غيره احسن. نسيت الظاهر وانا ادرس يا ولدي. تعدل راسك. هذه الساعة المباركة اننا اشرب وياك الشاي. حياك مشكور يا ولدي مشكور. الله حتى طعم الشاي من ايدك غير يا ولدي. تسلم يا بابا تسلم. مش هالسكر هذا صار مش حلاوتك صار كبير انت يا ولدي. كل حياتك بعد خلاص كملت. ها وش هالموضوع هذا اللي مخلي راسك منزل ما تقدر ترفعه؟ يبا مستحي شو اقول لك شو على الموضوع. وش هالموضوع هذا اللي مخلي لك تستحي يا ولد؟ انا حطيت الشاي باكر. وش هالموضوع فرغ لك؟ يبا قررت خلاص. وش قررت؟ ان اكمل نص دين واسمع. هذه الساعة المباركة هذه الساعة المباركة ان انا اشوفك معرس وافرح بك قبل ما اموت. ومن هذه اللي حاط عيونك عليها بنت من؟ اخطبها لك وان شاء الله بعد من ديرتنا عاد. لا هي من الديرة. هي من الديرة. والنعم والنعم كلهم اجاوي وناس طيبة. من هذه؟ بنت ابو فليح. والنعم والنعم بنت ابو فليح ما غيره. اي ابو فليح ما غيره. والنعم والنعم خير من اخترت يا ولدي. ابوها اجودي وامها بعد اجودية واكيد ما بتطلع الحب ما يطلع الا على بذره. ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي. بس انت ارفع راسك وكمل جايك ان شاء الله. من تكمل الليله ان شاء الله. ان شاء الله الليله بعد صلاه العشاءين نروح نخطبها. نكلمك كذا الفاتحه في الموضوع نشوف رايه في الصلاه وبعدين نمر عليهم. وما يصير خاطرك الا طيب وان شاء الله نفرح بك قبل ما نموت. ترى خلاص ما بقى شيء من عمر. ان شاء الله عمرك طويل يبا نشوف ولادي ان شاء الله. سنة الحياة كذا يا ولد. ان شاء الله ان شاء الله. طيب خاطرك طيب خاطرك يا ولد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا بكم. إن شاء الله زينين. رب العالمين. حياك الله. حياك والد. سلم سلم. تفضل. يا الله زار فضلكم. حيا الله أبو فليير. الله يحييك. والله احنا اليوم كلمناك في الموضوع في الصلاة. بلى. قلت لك ترى عن موضوع ولدنا هالقمر هذا ابو يحيى يبغى يكمل نصف دينه ومستعجل
وقال ما يبغي ناسب الا ابو فليل. ما نحصل احسن منه احنا بعد. بس الاصول خلينا نشوف راي البنيه ونرجع عليكم خبر ان شاء الله. بس لا تطولون ولا انه مستعجل، وان شاء الله يعني يصونها وحافظ عليها وحطها في عيونه. ولدنا اجودي وما يناسب الا الاجوديين منكم يعني الاجاويد. ان شاء الله خلينا نشوف معي البنيه ونرد عليه. ها فليه ايش رايك بالولد؟ لا ما انا ايش اقول له، بس انا ما ابي اظلمه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو عنده ابو زكريا تو طالع؟ والله جاي يخطب بيتنا، ايش رايك فيه؟ بل 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 ما حصلتون الا ده؟ وين تصدق؟ انا توني ابي اقول لابوي، بس ابي احد يشجعنا. يا جافع البلا سامحني. لا انتم لابس جين ولا ماتن. امور اخلاقها مع الزفت. اقول لك اطوف في الشارع ولا يسلي، وانا كلي عرف احد ولا في الديره ولا وجدت نواه اقول لك. طال عب. لعب تال عب. خاف علي. نعم. لعب لعب اشوف. لعب. ايه الله العاد الله بيطلع يلا لعبني خلاص طول. شو بقول يا ابو علي؟ قول يا فليه قول. تعرف زكريا؟ زكريا ما غيره. اي زكريا. اي عرف زكريا. قبل 3 ايام. اي نعم. جاي متقدم لاختي. والبيت رافضينه، بس انا ما ادري ايش اقول له، متفشل احاكي. اي تبغيني انا احاكي له؟ اي. حاضر انا احاكي له. بس يا فليح، هل عندكم اسباب اذا الرافض ان كان اكلم الرجال يعدل من نفسه؟ إلكم أسباب؟ إيه موجودة الأسباب. شنو الأسباب؟ إحنا لا نشوف في ماتم ولا في مسجد ولا هو اجتماع في الديرة، والبنية أمانة ما يصير نتاكل منها بودة. إيه ما يصير خاطرك إلا طيب. أنا أكلم الرجال وشيل عنك هذا الهم. أنا أكلم. ما تقصر يا أبو علي، تسوي فينا خير. حاضرين لك الله يسلمك. الله يرحم والديك. ها زكريا. هلا. شحوالك؟ تمام. وين رايح؟ والله رايح البيت. حياك تفضل. حياك واصل. حياك يا زكريا حياك، ما في كلافة حديدة. حياك تفضل حياك. حيا الله زكريا، شحوالك؟ الحمد لله. ان شاء الله زين. يسأل عنك يا ابو علي. الله يسلمك ان شاء الله. وايش سويت يا زكريا ذاك اليوم؟ شايف انك قاعد تتكلم وتشكي همومك للبحر، تبي تخطب، وايش سويت؟ دكوني يا ابو علي، خلاص رحت لهذا بيت البنيه ولابوه وكلمناه. ما شاء الله. ايه والله بيني وبينك مكلمني فليح. انزين. فليح مكلمني. قول يا ابو علي، حد قلبي قول. مستحي الرجال انه يكلمك ويقول لك. لا وشو صاير؟ انهم رافضين يعني. انا لا يرجعون. لا رافضين يا ابو علي. والله شو سويت انا لهم كانوا رافضون؟ والله الجماعه عندهم اسباب وخبر. ليش هالاسباب دي يعني؟ ايه وايش الاسباب؟ الاسباب يقول فليح. ايه يقول ان انت لا تروح مساجد ولا تروح مواتم ولا تروح دروس القرآن ولا شي من هالقبيل هذا. وايش ردك انت على الموضوع يا ابو علي؟ انا صح حكي صح، انا ما اروح، بس اصلي في البيت لا واقرا قرآن في البيت. ما علي يا حبيبي يا زكريا، الجماعة خايفين يعني يشوفونك انت انسان ما يشوفونك انت انسان ما تطلع من البيت، ده انت مثل ما قلت تصلي في البيت، يخافون يعطونك بتهم.
من هذه الأسباب سمعت، فأنا من رأيي إن أنت تصلح من نفسك. لازم لازم أصلح من نفسي وأروح المسجد وأروح القرآن. إيه الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا بعلي. إن شاء الله إن شاء الله. أنا هذه الرسالة وصلتها من عند أبو فليح، وصلتها إليك بالتمام والكمال. ولا يهمك يا بعلي، نعجبك أضبط نفسي خلاص، ما يصير بعد حتى الناس واجد يزيد كذا يا بعلي، ولازم أنا أصلح من نفسي ولازم أثبت للناس إن أنا رجال أصلي وأقرأ قرآن بعد وأصوم بعد. إيه الله يوفقك إن شاء الله في دنيا. إن شاء الله إن شاء الله يا بعلي. إن شاء الله وطيع ربك. إن شاء الله. أنا لازم أعدل من وضعي لأن مال الديرة ما تهمهم إلا المظاهر، ومن باكر إن شاء الله بسوي كل شي، بروح المسجد وبروح الماتم وبروح كل مكان، ما بخلي مكان ما بروحه. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. سافت الاخر يوم لا مسجد صار مسلم. ايه انتم يا مال الديره راح ما يتعبد وياكم، خلوا يمكن تاب الى الله توبه نصوحه، الله يهدي ان شاء الله الله يوفقه. السلام عليكم. عليكم السلام يا علي، شكلك ضبط من وضعه شوي جامد المساجر ما شاء الله، استوى خوش واحد بعد. والله ما ادري شو اسوي الحين، اودي من اياي ديك المرة وديت الوالد وتفشلنا، هالمرة ما ادري اودي من لا اودي وياي، هالمرة بعد اخاف اودي الوالد وفشلوا والناطح من عيون الوالد. أودي من إيه ما ليه اللي حل المشاكل هو اللي يجي وياي، خلنا عجل أنا أتصل له. رجع عاد بسرعة، رد لا ما يرد، شو يسوي؟ الو ابو علي، ابو علي شخبارك؟ ان شاء الله زين.
أبعد بسمع عليك أمر أبوي في موضوع ضروري لازم تجينا الحين. ما تأخر خمس دقائق عندك وانت جاي لي البيت. أحارس كاب علي بسرعة عاد. أوكي أبو علي يلا فمان الله. أنا الحين أبو علي وبجي إن شاء الله تنحل المشكلة. زكريا زكريا هلا ابو علي وشو عندك هالموضوع ضروري أيوة وتعال حياك ابو علي يلا 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 استريح استريح ابو علي استريح وشو عندك مستعجل وسحبنا وغولة اسمع اسمع يا ابو علي انا اباك الحين في موضوع ضروري قول قول عزيزي قول انت قدها قدها يرفع عليك قدها قدها كلمه رجال يعني قدها عزيزي قدها احنا اذا تبغى احنا حاضرين انزين مع اباك تروح وياي وين انت خلاص الحين اتفقنا انت كلمه رجال يعني بتجي وياي اي حاضر يعني تخاف تقول لي ما بتجي بنروح لابو فليح ابو فليح ايه نخطب بنته ابو علي وشو صار الحين هذا انما هالسوالف هذه خطوبه انا خطوبه يعني خفت يعني الحين انت خلاص لا لا خلاص ما دام انا اعطيتك كلمه رجال اعطيته بتجي اي اي ان شاء الله عاد مو تجي اي كلام حفلات البس لي فوب اي ابو علي انا ابوك كاشخ رزع يعني شوف روحي فيك الحين انا بحفلتي اي هذا يا مو السنه هذه يا مو السنه يعني ابو فليح شو بقول؟ بقى هذيلا جاي لي كنا جايين مبلبطين ما عندهم شيء هذه مو السنه عزيزي هذه تفهمين لا تدري انت بكم 25 دينار ماخذينها من وينه؟ من وينه 25 من وينه؟ يا انت المحل هذا ما تقدر تشتري منه من بوما تقدر تشتري ايش قال الحين من بوما الحين خلاص ان احنا اتفقنا ومنروح صار تم متى بتروح الليله في الليل اعطيت الرجال مواعيد اي منروح خلاص تم 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 والله انت ابعانا اذا اليوم صار الشيء لك عشاء إلك عشاء يا ابو علي يا وقوطك قاير فوقه وقوطك قاير بعد يا ابوي اقول لك زكريا تغير واجد الحين كل رجال الديره تتحكى عنه امس انا اقول لك شايف انه بعيوني طالع من المسجد بس يا ولدي هذا شكله ضعيف هزيل مضعرط عشان نعطي بنته وما يقدر يحميها فهمت يا ولدي الفكره راحت عن بالي يا ابوي بتنا امانه مسألة انبعرت انبعرت صراحة ولا في شدة شي اقول له اي الله من جانا زهرت البركة يا اهل دينك وش اخباركم بعد الحمد لله رب العالمين بيت منور باهله ايه والله يا ابو فليح قول قول انت عارف الموضوع ما يحتاج انا ابدي واشرح في الموضوع بلي سبق وزكريا تقدم حق مزكوه نعم صحيح كلامي مضبوط حجيك سبق زكريا تقدم لبنتكم وصار الرفض بس الرجال في السلبيات اللي وصلت اليه عدل من نفسه وما قصر الرجال وانا حين اجيب النيابه عن ابوه نجي نطلب ايد بنتكم حق صديقي زكريا وانا اشهد يا يبا تغير بنروح المسجد والمعتم ما يخلي مكان ما يروح اي شيء في اجل ما شاء الله على الحين تشوفه موجود لا ايه زكريا تغير زكريا مو الاولي زكريا مو الاولي اللي يصلي في البيت زكريا مو الاولي اللي هي صلاة الصبح لا زكريا أول فريضة في وقتها كل فريضة في وقتها ما يترك صلاة ولا يترك دروس ولا دعاء هالشكل تشرف في هالشكل إيه واحنا
نلمس منكم الموافقة، واحنا ما بغينا نجيب ابوه ويانا، لان انت تعرف ابوه رجال كبير. بلى. وتعرف الرجال الكبار يتحسسون في مواضيع الروحة والجية في بيوت العوالم، خصوصا اذا تكرر انه تقدمنا للميمة. صح؟ مظبوط حجي. وانت رجال وتعرف هذا الشيء، ما نحتاج انا اشرح لك. صح لمو صح كلامي؟ مظبوط حجي. بس احنا الحين بنا فكرتنا وصلت، احنا بنستأذن. حياكم الله خير. فين تعالوا يلا. يلا خيمان. حياك الله. حياك الله. وش يقول في الايح؟ الله يخليك يا ابوي. من صدق في بس الحين ضعيف يا اخي، بنعطيه بتنعي واحد يجيب يصير صفقه. بعرض قدام الاوادي سلسة تشوفه جرفلي. اي ما في شده يا ابوي. مش نعطيه تعطيه بالتكه ما في الضابة كده يعني. لا ولا في شده. لا هذا انت تكفخه كف اذا عصبت عليه خلاص بتنسفه. اي أيوة والله. لأنك ضعيف جبان هزيل، ما هو يشغل الباب.
زكريا وش فيك؟ قوم 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 وش فيك؟ من باب النار وش فيك؟ من اللي ضارب النوب؟ من اللي مسوي فيك كذي حالتك حالة؟ شو اقول لك يا ابو علي؟ رحت ذاك اليوم الصالة مالت الحديد ايه وشفت حديد وتحديت ويا ناس تحدي؟ يا حبيبي انت واحد تتحدي يا عشرة ما يصير عزيزي ما يصير كله علشان هالبت انت ابو فليح والله هالبت ابو فليح ما ادت انك اذية العالمين كل شي سويت علشان يا ابو علي ما في شي ما سويت والله العظيم خلينا على الله يا ابو علي والحين لوين وصلت؟ ويا بنت ابو فليح لا الحين جابوا يا ابو علي الله كريم يلا بس انت تحمل في روحك ان شاء الله ولا تقعد مره ثانيه تسوي لك سوالف ويا ان شاء الله يا ابو علي خل علاقاتك يا الناس زينه ان شاء الله يا ابو علي مشكور يا ابو علي ورحمه الله والديك الله يسلم بس تتحمل في روحك عدل قوم الحين روح بيتكم قوم قوم يلا يلا يا ابو علي يلا حي الله فليح ياك الله ابو علي وين انت اجور في هالدنيا يا ابو علي وين انا ادور عليك عفست عليك الديره استريح استريح والله رقم تلفوني عندك يا اخوك مسحه رقم تلفوني على التلفونات شوف اخوك شوف عندي موضوع هلكني وانا ادورك عندي موضوع عزيزي زكريا ايه والد ابو زكريا ايه ايه عرفت تقدم لكريمتكم مرتين عادل مو عادل كلام زكريا ناوي يتقدم للمره الثالثه يتفضل 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 ايه زكريا زكريا اللي انت تعرفه غير تغير خلاص مو زكريا الاولي زكريا تغير صار واحد ثاني كل العيوب اللي فيها الحين مسحها ايه انا داخل قبل كم من يوم شايف انه طالع من المسجد هو ايه مو بس مساجد ما تضل دروس ما يروحها خلاص الرجال تغير وبيجي وبيجي ليكم وبيتقدم بس شوف احنا عندنا شر ام باب اولى مو يجيبك انت يجيب ابوه عشان يطلبها خلاص انا اقول له يجيب ابوه اقول له انا يجيب ابوه بس اذا جاب ابوه اذا ما يشيله البيت تشيله عيوننا ان شاء الله خليه يجيب ابوه ان شاء الله حي الله وزكريا الله والنبي حييك حي الله ابو فليح وش اموركم والله كل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تعرف مريناك من قبل وطلبنا إيد بيتكم حق ولدنا زكريا فعلا اي بس طولت علينا واجد ما رديت علينا اشوف لانه مستعجل ويكمل نص دينه يوميا يلح علينا رد روح رد روح حتى ام زكريا تبغي تفرح بولدها اشوفكم واد تطولتون ان شاء الله في خير ان شاء الله المانع خير والله احنا ما نحصل احسن من ولدكم احنا بعد ما نحصل افضل منكم ولا بنحصل افضل منكم بيت ابو فليه بس السبب في شروط يعني شروط اذا كانت يعني معقوله ونقدر نلبيها ترى ولدنا يعني ضارب على صدره ويبغي يكمل نصف دينه بأي طريقة كانت إن شاء الله إن شاء الله وش شروطكم إن شاء الله؟ الشروط سيارة لحالها يعني سيارة بروحها ولدنا سيارته على قدها يعني إيه سيارته؟ سيارتها يعني لا تقضي مشاويرها بروحها وغيرها السوالف سيارة خاصة يعني ليه؟ هو عنده سيارة ما تصلح يعني يكونوا اثنين في واحدة ما يصلح بقض مشاوير وغيره سيارة ملكه ايه يعطيها يا ابو روح النقل العام مو مشكلة يعني سيارة خاصة انزين هذا يمكن شيء ثاني وبعد يعني مو اساسي سيارة ان شاء الله مقدور عليها يجمع بعد ويشتري لها سيارة ان شاء الله
وبعد تبقى قالت بيت لحاله. بيت بروحها ويطلع عنا أبوتنا وأجدادنا أبو فليع تخبرق، عشنا جميع بيوت كبيرة وكل واحد عنده حجرة وحمام ويتزوج يمشي. بعد هذا شو؟ قالت تبقى بيت بروحها. بيت بروحها يعني ما ربنا لها شوي في عندنا في الحوش، بيتنا كبير ربنا لها شوي. ما قالت تبقى بيت، قالت تبقى فيلا بعين مو بيت. أنا غلطان. فيلا فيلا يقول مش بقى قالت تبقى بلا يأ؟ قالت تبقى كل سنة تسافر. كل سنة تسافر وانتو كل سنة تسافرونها يا ولدي؟ ما عليه، لا رحنا احنا ايران او العراق او سوريا، وديها ويانا ويا زكريا. واشترطت شرط، شهر العسل ما تروح الا تايلاند. تايلاند واسمها دولة؟ تايلاند. تايلاند تايلاند هذا وين تصير تايلاند؟ وين تصير تايلاند؟ شرق آسيا. يعني مو صوبنا منه صوب سوريا ولا صوب ايران؟ لا لا يروحونها بطيارة. طيارة بعد يروحونها. تايلاند شهر كامل في تايلاند. ايه. والشهر الفالي تودي برشلونة من صوب ريال مدريد وغيره. اعرف يا فاطمة وانت راجعين بعد. اي ما عليك. وش فكرة متصفق في روحك يا ولدي؟ لا هو يعني مستانس هذا من الفرحة من الوناسة. الوناسة يقول خلاص ان انتم وافقتون عليه هذه الشروط ان شاء الله يعني. ايه بعد عندكم شروط بعد. قالت تبقى طباخ لان هي ما تبقى يتعور ظهرها، وخدامة لان بيت تخدمها. يعني ما تعرف تطبخ بعد بيتكم؟ لا معززة مكرمة عشان الطبابيخ يطبخون غيرها. زين ام زكريا تعلمها الطبخ؟ هذا امرها بسيط ان شاء الله. تعلمها الطاب، تدخل وياها يوميا المطبخ، خليها تفرم بصل وتنقي العيش. عجل لو قلت بطبخ بعد دخلها مطبخ عشان تتعلم الطاب. وش ليها تاكل من ايادي طبابيخ؟ تاكل من ايدها احسن. هي قاعده محلها ويا اولادها وغيرها، بعدها طباخ خدم حشم. وخدامه بعد احنا امهاتنا بعد عاشوا يخدمون في بيوتهم، اصح لهم الخدمه داخل البيت اصح لهم من الخدم. يعيشون عمرون اذا اشتغلوا بياديهم. وش ليها بعد هالخدم؟ ما هذه تو يعني ما راس العمر 50 قاعد تمشي على برج من الفائده. عمي لا تربط جيلك بجيلنا، احنا جيل جايين نبدا نعيش حياتنا براحه. انتم عشتون كذا كرحتون، احنا ما نبى نكره، نبى نرتاح. جيلكم ويا جيلنا. ايه. ابو فليح. نعم. هذا اخر كلامكم؟ بعد عندكم شروط بعد؟ السنور الشيرازي قال التبابة. هذا يجيبونه يعني من شيراز قصدك؟ سوق المقاصيص. بس عكس بشا. سنور يقعد ويانا في البحر يوميا. السمك اللي نخليه السنانير موجوده على السفره تاكل منه. سنانير حليوه شلحه ملحه عايشه ويانا. سنور مريش اقول له اقعد ويانا في الحجره بقى. بس خل بال من الحمام بطل روح دش بروحه. خير ان شاء الله. خير خير ابو جو. خير ان شاء الله. احنا يعني بنجلس ان شاء الله شروطكم وما يصير خاطركم الا طيب ان شاء الله. ان شاء الله. خلصتم يا بيبي؟ يلا يلا يلا.
نكمل من فوق ان شاء الله. كنت رجعت 20 سنة ورا طالع مسلسل. وايش دار؟ انا مسلسلك حجي عن الزواج. انا طالع الزواج ترم له زواج عشان الحين. من بعد؟ توقع. مين؟ زكريا. والعصر شاف انك شاف الجمعية. واحد من الصغير من ساعة يقول انه يشتغل الصبح خباز. قام يجمع بيزات يباشر تلقى ركيب كان. هي يا فلية. شوف هذا كريو يا سلربك بعلمه درس ما ينسى طول حياتي. شو الدرس؟ الجامعه احضروا حالي يا كبار التجار في البلد ما يصير. انزل وتعال بعد بكره. اليوم جوا خطب اختك. خوش رجال عنده بيزات عايش بخير مجنجن. اوه الف مبروك يا بابا. الله يبارك فيك. ويوم الخميس ان شاء الله الملكه. اوه زين اسمع بقى اقول لك شوف هذا كريوم ايام وياك اشوف تمشي وياك سمعتي؟ انت ذي عشيت رجولك حش ولا بمشي يا بس ايه. انت قوم نتعشى قوم يلا اصبر تعال يا مشير السلام عليكم.
يلا عاد ها امان الله انا ماشي عنك وين تروح نوري يلا عندنا خطوبه ل خطوبه من خطوبه انت ابو فليح خطوبه من انت ابو فليح ابوي تعال زكريا زكريا تعال ما نبي تروح والله هذا شغل ماشي قهر والله قهر الحين تعبت روحي انا اشتغلت خباز واشتغلت سماط واشتغلت كل شيء اخر شيء اخطبونا عني والله قهر قهر والله قهر وش فيك هاد عمي وش فيك يا زكريا اليوم كلش مو على عيوني اشوفك الا ساكت خلك نص ساعة لا تتكلم لا شيء وش اللي شاغل بالك ايه يا ام زكريا مو شاغل بالي الا هالولد مسكين عقب ما تعب في هالحياة وكون روحه من شغلة الى شغلة يبغي يتزوج ويكون نصف عمره عقب ما انجبر قلبه ببنت جارنا ابو فليح صار اللي صار كيف يا عمي وش صار؟ ما تدرين ما تدرين هذا ابو فليح قاهرني عقب ما اعطانا كلمه وقال بفكرون وخلوا لنا ذيك الشروط وقلنا له ان شاء الله وان شاء الله دار يطلع وروح يخطب لبنيه الى واحد غريب غير زكريا وزكريا مقهور قاعد يفكر مو عارف وش يسوي في هالحياه حاول يرضيهم بشتى الطرق ما قدر يلين قلبه ولا يقدر حتى يعدل من تفكيره مفليه ايه لكن الامر والموضوع الحين طايح عليك كيف طايح علي ايه انتي الام وتعرفين كيف الحين تلينين قلب ولدش زكريا تدورين لابن الحلال وخير البر عاجل يا ام زكريا وش قلتين ان شاء الله يا ولد عمي لا مو ان شاء الله تسكتين لازم تدورين لوحده بنت حلال وبنت ناس عشان ما يضيع الولد من ايدنا ما يصير نشوفه كذا بيموت من التفكير وانا ذابحني كون روحه والتعب في هالحياه يبغي يكون لاسره صغيره ويكمل نص دينه خليه يتزوج بسرعه ما دام هو راغب في الزواج دور لبنت الحلال ما عليك يا ولد عمي ما عليك يا ابو زكريا ان شاء الله ادور لبنت الحلال اللي تسواه وتسوى بنت ابو فليح واللي تعوض عنها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ولد عمي بس لا تسكتين عن الموضوع ترى الموضوع خطير ما عليك يا ولد عمي ما عليك يا ابو زكريا ما نسكت على الموضوع وان شاء الله من اليوم انا اتحرك عليه ان شاء الله ادور لبنت الحلال اللي تسوى ان شاء الله اللي تعوض عن بنت ابو فليح ان شاء الله ان شاء الله ويرجع لنا طبيعي مثل ما كان ما عليك يا ولد عمي لا تحات ان شاء الله بيرجع طبيعي وبيرجع احسن من قبل ان شاء الله الحين بردتين قلبي عقب ما قلتين هالكلام انا ابغى اشوف ابتسامته العريضه وهو يدخل البيت مستانس بديك الحيويه والنشاط ان شاء الله يا ولد عمي بتشوف الابتسامه شايفه بترجع ان شاء الله بنشوف لبنت الحلال اللي تعوضه ان شاء الله ان شاء الله يا ولد عمي
هيا الله الحبيب شحوالك هيا الله ابو علي وين انت سنتين ما شفتك يا بالم وش نسى يا ابو علي في هالدنيا الله كريم الله وين انت وش اخبار الخبره خلاص زين طيب جابوا لك ولد بعد ولا عزمت على عرسك بعد صارت على السريع يا ابو علي يلا ابو علي فمان الله خير عزيزي خير الله يوفقك ان شاء الله فمان الله ايه هذه الدنيا ابو علي وين وين زكريا زكريا هالرجال الطيب اللي ما قد شفت منه سوء تمرمر في هالدنيا عجل انا أنا لازم أعتدل وأصير مثل زكريا وأكون نفسي وأدع عني كل الأشياء الغلط اللي بعد أسويها وأولها التدخين التدخين ما نبغي خلاص لازم أعدل من روحي لازم أعدل من نفسي وأكون مستقبلي لكن بعد ما أدري أضحك لو أصيح زكريا رجال الطيب اللي تمرمر في الدنيا لعما عرس وأنا هالسهولة بعرس لا ما أعتقد لكن رضا الناس غاية لا تدرك بدا صوير اوكي بدينا حسين اوكي ما دقيقة اوكي ما يعرف شو رايك فيه زفت ما عمره شفته على باب مسجد والله على باب ما ادري ولا ينبغى مول ما يتواحى عيد لا تقطع طالع فينا انا ما لي شيء لا تقطلع فيني ما كان في احد الله يبارك لك يا ماما ماشي اصبر 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 ثلاث ثواني اصبر لا ارجع لا اصبر عليكم السلام والله شكله ضبط واضع وقف عاركه مره طفت اخوك اوكي عشر لي ترى انا ضعيف ما اعرف ما يقدر يهمني بثنين عرفتي انا بواصل وتبقى عنه ستاب ستاب ايه يا يوبا لو عطيتها اخي لا ستاب 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 مش علاء مش علاء سيدة شوف ده بس نجيها فراني خلوه شوف
الطفل ايه جهه اوكي ما عليك بعدين ظلمه له جهه احنا مثلا تعال بعدين لا حطها الجلابية أحسن أقول لا أنا هو الجن ما يبص يفوت جميل الجلابية سوري أسود في أسود وياك أحسن هذيك أحسن من الباص أحسن جيب الدجاج الحين أنت جيب الدجاج تعال جيب الدجاج أبوك لا لا طالع ها الوالي تبقى ترجع لك 20 سنة ها الوالي لا بنقول 20 سنة عشان من رأيي يا عمان اشوف يا عمان اذا انت يا عمان